أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل ألف ألف يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ نرجو التوجيه والإجابة الصحيحة حول ذلك. هذه المسألة تكلم فيها العلماء قديما وحديثا ونهوا عنها وحذروا منها لأنها بدعة. الاحتفال بمناسبة المولد النبوي بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل القرون المفضلة الاحتفال بالمولد النبوي. وما كان كذلك فهو بدعة، وإنما حدث الاحتفال بالمولد النبوي بعد القرون المفضلة، بعد 104 من الهجرة، لما انتهت القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يأتي بعدها أناس يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ومن ذلك أنهم أحدثوا هذه البدعة في دين الله عز وجل. نعم.